أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رفع الصوت بالذكر وقت الحرب ألا يكون فيه إرهاب للعدو؟ لا سيما وقد ورد أن القسطنطينية في آخر الزمان تفتح بالتكبير دون القتال. بدون رفع صوت. الله جل وعلا يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لكن بدون رفع صوت، لأنهم يقولون رفع الصوت يدل على الجبانة، خلاف الثابت اللي ما يتضعضع، هذا يدل على شجاعته وسكينته. السكينة تدل على الشجاعة. نعم.